21 سنة من 2003 إلى 2023 كانت منا شيء أو أخص يا سي رشيد، شي كلمه حول الكتاب تاع السي ورده. جماعه المعارف كتعتبر واحد التجربه رائده اللي كانوا فيها اطور اتحاديين من مستوى عالي منذ البدايه في سنه الثمانينات، واللي عطات واحد دفعه كبيره للثقافه. العمل الجماعي اللي نقبل الثقافه كانت حكر على اجهزه حكوميه صرفة، لكن من بعد جماعة المعارف بدات انه هذا المركب اللي فيه، حنا كان كنيسة ولا مركب، كان مركب زفزاف، زفزاف كان قاطنين ديال المنطقة. وبالنسبة للاتحاد الاشتراكي الثقافة تلعب دور أساسي، هو الرأسمال اللامادي اللي تكلم عليه صاحب الجلالة مؤخرا، ولكن احنا في الاتحاد الاشتراكي كنعطيو أهمية قصوى، ولهذا العمل الجماعي كنعطيو واحد النظرة أخرى على العمل الجماعي، ماشي فقط المنتخبين اللي عندهم واحد الهاجس اللي ماشي هو هاجس ثقافي وهاجس اقتصادي وجمعوي، بل كنبغينا نردوا شوية ثقة عند المواطنين للسياسة، نوريو بأن المنتخبين الاتحاديين دائما ملتزمين ودائما كيخدموا تحت المراقبة ديال الحزب ديالهم وفي خدمة المواطنين. ولهذا هذا الكتاب ديال الأستاذ عبد الرزاق وردة اللي عنوانه الجماعات المحلية والمسألة الثقافية كيجي يدير واحد السرد ديال واحد الحصيلة ديال المظاهرات الثقافية اللي عرفتهم هاد الجماعات المعرفة. ولا بد أن نذكر بأن الرئيس الحالي سي عبد الصادق مرشيد غادي في نفس الخط، حيث أنه أعاد ترميم هذا المركب زفزافي، وبرنامج ديال توريا السقاط كذلك تخصصت له 44 مليون اللي غتعاون فيه. وكاين عندنا في ليجيان دار واحد المركب ريادي سوسيو ريادي وثقافي، حنا فخورين بهذا العمل الجماعي اللي كيدار في مقاطعة المعارف، وكنتمنى ان المقاطعة كاملة ديال الدار البيضاء نقول شي شوية على العمل اللي كتقوم به جماعة المعارف. نموذج ثقافي جديد سي محب، عادة المؤلفات التي تتحدث على الجماعات المحلية والشأن الثقافي قليلة وقليلة جدا، واش تيبان لك بأن المؤلف تاع السي وردة غادي يكون انطلاقة جديدة حول من أجل يعني التركيز والاهتمام بهذا النوع من المؤلفات؟ في الواقع يعني أملنا اليوم أن يكون هذا الحفل بمناسبة توقيع كتاب السي عبد الرزاق وردة حول الجماعات المحلية والمسألة الثقافية، أن يكون مناسبة لعودة الثقافة بكل مكوناتها إلى حقل التأطير السياسي وإلى حقل التأطير الجماعي لمواجهة كل أشكال الشعبوية والتنميط والتضليل. وأملنا بهذه المناسبة هو المزيد من المثقفين الذين يساهمون في استنهاض الوعي الثقافي وفي نشر الفكر الحداثي المتنوع. إنها فرصة مواتية لطبيعة الحال نشمبر كما سيقولوا لنشمبر، ونحاول أن نعمل جميعا لإعطاء انطلاقة جديدة خاصة على مستوى الجماعات الترابية، باعتبار أن الشأن الثقافي أصبح تقريبا مهمشا في العديد من المجالس الجماعية الذي تعتبره عبئا ميزانتي. أخيرا أملي كذلك قوي في هذا الجمع الطيب وفي هذا المكان الذكرى، أملي كذلك أن يكون هذا الكتاب اللي بدل فيه السي عبد الرزاق وردة واحد المجهود كبير واللي سلط فيه الضوء على واحد المجال حيوي من مجالات العمل الجماعي.